نروح للمستشار محمد الحمصاني. اولا مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. نبدا اولا بتصريح دوله رئيس الوزراء النهارده فيما يتعلق بالزيادات الخاصه بالمحروقات او بالوقود، اسعار البنزين، السولار اللي تم زيادتها امبارح بشكل مفاجئ والناس فوجئت امبارح، وهو كالعاده ما حدش بيعلن عن اسعار زياده الوقود الا وقتها، التطبيق الان ويتم الان. يعني سيادته أوضح اليوم، وفي الحقيقة هو يعني سيد رئيس مجلس الوزراء أشار عدة مرات في المؤتمرات الصحفية السابقة إلى الأعباء اللي بتتحملها الدولة فيما يتعلق بالدعم بصفة عامة ودعم الوقود بصفة خاصة، وأشار سيادته إلى أنه في إطار عملية الإصلاح وفي إطار الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود وتكلفة الدعم اللي بتتحمله الدولة تحديدا في دعم الوقود، فإنه كان في حاجة للعودة مرة أخرى للسعر المتوازن. إحنا بالفعل كما أوضح سيادته من قبل وصلنا إلى نقطة التوازن في الأسعار في عام 2021، ولكن للأسف الشديد مع الأزمات الدولية اللي شهدها العالم والمنطقة وانعكاساتها الاقتصادية على مصر، كانت في ارتفاعات كبيرة في أسعار البترول، وبالتالي كان هناك حاجة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لعودة الدعم المقدم من الدولة مرة أخرى، وبالتالي الدولة تحملت الدعم لعدة سنوات خلال السنوات الماضية، إلى أنه جينا مرة أخرى وصلنا مرة أخرى للحاجة لاستعادة التوازن مرة أخرى، وده بيأتي في إطار الإصلاح الشامل للدولة لمنظومة الدعم بطبيعة الحال. فيعني سيادته اتكلم على هذا الموضوع، أشار إليه أكثر من مرة، ولكن النقطة المهمة اللي أكد عليها سيادته هي أنه في كل الأحوال حتى مع تحريك الأسعار وحتى مع يعني محاولة استعادة التوازن مرة أخرى في أسعار الوقود مع نهاية 2025، إلا أنه ستظل الدولة تدعم محدود الدخل وبالذات الشرائح التي يعني تتأثر بأسعار ارتفاعات الأسعار، وبالتالي يعني لا قلق على محدود الدخل في هذا الصدد، وإن شاء الله يعني سيكون هناك المزيد من التفاصيل عن جهود وزارة البترول خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد الأسبوع المقبل إن شاء الله، سيعقد الأسبوع المقبل عقب الأسبوع الحالي مجلس الوزراء، أو الأسبوع الحالي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن شاء الله. طيب سيادة المستشار محمد، ربما دولة رئيس الوزراء اتكلم على إنه مفيش زيادات أخرى لمدة 6 أشهر قادمة، ده معناه إحنا بنتكلم من هنا تثبيت أسعار الوقود حتى شهر مارس القادم 25؟ ان شاء الله يا فندم. يعني سيادته اولا عمليه زياده الاسعار بتتم بصوره يعني دقيقه ومحسوبه، وبيتم احسابها بدقه شديده، وطبقا للحسابات ان شاء الله يعني لن تكون هناك ارتفاعات على الاقل لمده 6 اشهر حتى مارس 2025 ان شاء الله. طيب دلوقتي الربط دايما بيتم مع صندوق النقد، كلما جلسنا مع الصندوق بيطلب مننا طلب، فهل ده كان ايضا هذه المره والصندوق هيقعد معانا الفتره الجايه وكان مأخر اجتماعاته معانا بسبب هذا الامر، ان احنا لازم ناخد هذا الامر وناخد اجراء عشان كده اجله، ولا ايه الحكايه بصراحه؟ لا يا فندم، هو الموضوع دوت اجتماعات المقبله واجتماعات المراجعه مع صندوق النقد، يعني السيد رئيس مجلس الوزراء اجاب هذا الامر انه الاجتماعات تم تاجيلها لظروف ارتباطات بمسؤولي صندوق النقد. مسؤولي صندوق النقد لديهم اجتماعات خاصة بالصندوق، وبالتالي لم يكن يعني من المناسب عقد الاجتماعات خلال الفترة الماضية، وبالتالي تم تأجيلها، يعني بنأمل إن شاء الله إنها خلال الشهر المقبل تنعقد وتتم المراجعة، وبالتالي يعني ما فيش أي ربط ما بين تأجيل الاجتماعات وما بين رفع أسعار الوقود. وفي نقطة تانية يعني خلينا حضرتك ان احنا نأكد على نقطة سبق التأكيد عليها اكثر من مرة، وهي انه برنامج الإصلاح الاقتصادي هو حاجة مصرية وهو يعني أولوية مصرية قبل ان تكون هناك نوع من المراجعة او التعاون مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي يعني هل الصندوق لم يفرض هذا الشرط ولا كان احد شروطه؟ فرض ولا ما فرضش؟ طلب ولا ما طلبش؟
يعني الصندوق طبعا ليه شو يعني، خلينا نقول حضرتك انه بعض الطلبات اللي بيتم التفاوض عليها بصفة عامة، ولكن يعني طبعا منها ترشيد الانفاق الدعم وخلافه، ولكن مش يعني خلينا نقول انه استعادة التوازن في اسعار الوقود. انا بأكد لحضرتك انه لم يكن لها علاقة بتأجيل الاجتماعات على الاطلاق، ولكن النقطة هي زي ما ذكرت لحضرتك هي حاجة الدولة المصرية لاستعادة التوازن في الموازنة العامة للدولة، واستعادة التوازن في أسعار الوقود وترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه. يعني هذا الأمر بيحتل أهمية للدولة المصرية بغض النظر عن ترتيب الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي. هناك بالفعل برنامج بنتعاون فيه مع صندوق النقد الدولي، ولكن قبل ما نعقد او قبل ما نتفق مع الصندوق على اي برامج للدعم، هناك احتياج او قرار مصري للمضي قدما في عملية الاصلاح الاقتصادي، وبالتالي لا يجب الربط ما بين اي اجراء بتتخذه الحكومة بأنه ده بالضرورة بيأتي انعكاسا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. حتى ولو كان الصندوق بيطالب بهذا الإصلاح، لكن خلينا نتذكر أنه الدولة هي اللي أعلنت نيتها للمضي قدما في الإصلاح الاقتصادي، وهناك العديد من الإجراءات التي قمنا بها وسنقوم بها خلال الفترة المقبلة بغض النظر عن مواعيد الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي. طيب، هل احنا ما زلنا بنتحمل قد ايه كموازنه عامه للدوله او موازنه الدوله فيما يتعلق بالوقود؟ بنتحمل قد ايه تقريبا؟ يعني احنا لسه بنتحمل كتير ولا خلاص الموضوع بالنسبه لنا اوشكنا على الرفع الكامل؟ يعني خلينا نقول انه طبعا الرفع يعني مستمر، يعني او استعادة نقطة التوازن لم نصل اليها، ولكن هون يعني قاربنا ان شاء الله، يعني مع نهاية 2025 قاربنا على الوصول لنقطة التوازن، طبعا اخذا في الاعتبار الاسعار الحالية لاسعار الوقود على مستوى العالم واسعار البترول على مستوى العالم، وبالتالي يعني قاربنا، لم يتم الوصول إلى مرحلة أو نقطة التوازن بالكامل، ولكن قاربنا على الوصول إليها. والنقطة المهمة هي إنه الدولة بتتحرك في هذا الملف بصورة تدريجية، يعني لن نقوم بالرفع بصورة كبيرة جدا، ولكن بنحاول قدر الإمكان إننا نرفع بصورة تدريجية يتحملها المواطن حتى نهاية 2025. وبنأكد مرة أخرى على أنه بجانب استعادة التوازن في أسعار الوقود، الدولة بتؤكد على أنها ستعمل بكل ما تستطيع من قدرة للسيطرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية، طيب دلوقتي وهذا الأمر محل متابعة من رئيس الوزراء. طيب معلش انا اسف، النقطه دي كمان مهمه. الفارق اللي بيتم النهارده في اللي حصل على مدار الثلاث مرات خلال هذا العام عام 24، الفارق ده بيروح فين؟ هل باخده بضيفه للموازنه، ولا باخده باضيفه في دعم اخر، او بستخدم هذه المليارات لمشروعات بتعود على المواطن بالفائده؟ يعني الفارق ده في الدعم اللي انا شلته من البترول او الوقود باوديه فين؟ أولا بيروح ل يعني أولا إحنا كما أشرنا من قبل إلى أنه هذا الدعم هو مهم لقطاع البترول، أو عفوا الزيادة التي تمت هي مهمة لقطاع البترول حتى يستطيع الحصول على موارد إضافية تمكنه من شراء المزيد من الوقود لتوجيهه لشراء المواد البترولية، ومن ضمنها الوقود الذي يتم توجيهه إلى محطات محطات الكهرباء. الكهرباء. وبالتالي يعني أولا ارتفاعات الأسعار هتساهم أو تمكن الدولة من عدم العودة مجددا إلى انقطاع الكهرباء، دي نعم. نقطة. النقطة الثانية إنه توافر الوقود أو زيادة الأسعار ستوفر موارد إضافية تمكن قطاع البترول من الاستمرار في توفير الوقود للمواطنين، وكذلك تحسين الخدمة. يعني زيادة أي قطاع من القطاعات بنقوم فيه باستعادة نقطة التوازن والعمل على ترشيد الدعم، قطعا بينعكس على المواطن في يا إما تحسين الخدمة من ناحية نعم. أو توجيهها إلى خدمات أخرى يستفيد منها المواطن، وبالتالي الأموال المتحصلة
هي قطعا بتذهب الى المواطن بصوره او باخرى، يا اما في تحسين الخدمه او الحفاظ على كفاءتها او توجيه، ربما توجيه بعضها الى قطاعات اخرى او خدمات اخرى توجه للمواطن ايضا. طيب عندما برفع اسعار السولار فكل حاجه بعديه بتضرب، كل حاجه، ما فيش حاجه ما بتضربش، اللي بتكلم على النقل، بتكلم على الشحن، بتكلم على السلع الغذائيه، بتكلم على كل المنتجات، كله بيزيد وكله زاد بالفعل من امبارح، بما فيها مواصلات، بما فيها اجره تنقل وغيره. هذا الامر محتاج ايضا يعني ان احنا خدنا قرار، وبالتالي المواطن بيدفع هنا الحاجه مرتين، انه حاجه بتزيد لوحدها ثم حصل عليها زياده بسبب السولار. انا كحكومه كاجهزه رقابيه دوري ايه؟ او اعمل ايه عشان اقدر على الاقل ما اخليش المواطن بيدفع الامر مرتين ثلاثه؟ يعني نقطة حضرتك دي نقطة مهمة. أولا عملية الرفع هي عملية دقيقة بيتم احتسابها بدقة، وخاصة كما أشرت حضرتك السولار، السولار بيتم الزيادات عليه بصورة محسوبة جدا، لأنه جميعا بنعلم أنه ده بيؤدي إلى ارتفاع سواء وسائل النقل أو أسعار السلع، وبالتالي الدولة بتكون حريصة جدا عند احتساب رفع أسعار الوقود الزيادات على السولار تحديدا. وكذلك في نقطة مهمة، وهي أنه عملية الزيادة بيراعى قدر الإمكان أنها لا تؤثر على أسعار السلع، بمعنى أنه حتى ولو كان في زيادة في أسعار السولار ممكن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، ولكن الزيادة ديت لو حضرتك، وده مش يعني مش كلام فقط، ولكن ممكن حضرتك ترجع فيه إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والمتخصصين، الزيادة عادة لما بيجي احتسابها على أسعار السلع يفترض أنها تكون زيادة بسيطة جدا لا تؤثر على أسعار السلع، يعني بمعنى أن الزيادة في الوقود اللي بتتحملها الجهة اللي بتقوم عملية نقل السلع أو الشركات، يعني أقصد الشركات، الزيادة هي زيادة طفيفة جدا يفترض أنها لا تؤثر على أسعار السلع. ولكن يعني حتى أكون صريح مع حضرتك، ايوه بنرصد دايما انه بيكون في ارتفاعات ربما غير مبرره في السلع، وبالتالي ده بياتي دور الحكومه هنا كما سبق ان اعلنا انه بياتي دورها في استخدام الاطر واللجان المعنيه والجهات المعنيه لضبط اسعار السلع والزيادات غير المبرره في الاسعار. احنا عندنا اللجنه، طبعا اللجنه الوزاريه المعنيه باسعار السلع، اللجنه بتنعقد برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء نعم بصوره دوريه لمراجعه اسعار السلع، وان شاء الله اللجنه ستنعقد قريبا لبحث اي زيادات غير مبرره. وبنقوم في نفس الوقت بجانب الدور الرقابي للجهات الرقابيه، بنقوم بخلاف التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجاريه واتحاد الصناعات، بنقوم ايضا ب العمل على زيادة المعروض من السلع، يعني معالي وزير التموين أكد أكثر من مرة على وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يمتد لعدة أشهر، وكذلك هناك يعني مبادرات بتتم من الدولة لإقامة معارض لتوفير المزيد من السلع، فإحنا بنحتوي أي زيادات في السلع بجانب الدور الرقابي لجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة عشان مواجهة أي زيادات غير مبررة. فأنا بطمن حضرتك إنه فعلا قد تكون هناك زيادة في أسعار السولار، ولكن بتكون الزيادة محسوبة بحيث إنها لا تؤدي لارتفاعات كبيرة، أي ارتفاعات غير مبررة بنرصدها بيتم التعامل معها. هل وارد، وارد يعني، معلش انا بسال ان يبقى فيه يعني حاجه حمايه، حزمه حمايه اجتماعيه جديده تواكب ارتفاعات، تواكب التضخم اللي موجود، لحين ان شاء الله ما نروح السنه الجايه والتضخم يبدا ينزل زي ما قال لنا رئيس الوزراء في النصف الاخير من العام القادم اقل من 10؟ يعني مبدئيا هي في يعني لو حضرتك بتتكلم على ارتفاعات الاسعار ففي اجراءات عديده زي ما شرحت بنقوم بيها، ومن ضمنها عدم رفع الاسعار لمده 6 اشهر عشان التضخم ينخفض، دي نقطه. النقطه الثانيه الحمايه الاجتماعيه ذاتها، يعني سبق انه اعلن السيد رئيس مجلس الوزراء منذ عده اشهر انه في حاله، يعني احنا بنرصد الوضع، وانه في حاله اذا رصدنا وجود حاجه لحزمه جديده من الحمايه الاجتماعيه سوف نتدخل بوضع حزمه جديده. ولكن يعني انا بطمن حضرتك انه الحمايه الاجتماعيه او دعم محدود الدخل عشان اكون اكثر دقه، هي بمفهومها الشامل الدوله بتقوم به بالفعل
سواء من خلال ضبط أسعار، زيادة المعروض من السلع، محاولة تحسين الخدمات. يعني في حزمة متكاملة من الدعم، ومع ذلك احنا بنرصد، يعني بنرصد الوضع في الأسواق. وكما أعلن سيادته، إذا وجدنا إنه في حاجة ماسة لحزمة جديدة، إن شاء الله يعني الدولة لن تتخلى عن المواطن. خليني وحضرتك موجود لازم احيي مره تانية زي ما حييت دكتور مصطفى مدبولي على استمرار جولاته الميدانيه، لسه كان من عده ايام في الاقصر، النهارده في المنيا، وبالتالي متابعه هذه المشروعات. ماذا عن جوله اليوم كمان في محافظه المنيا في ثلاث مراكز مهمه كمان، والثلاث مراكز زي ما رئيس الوزراء بيتكلم، وانا عارف طبعا المنيا كويس خارج نطاق العاصمه، ويمكن اماكن متطرفه في محافظه المنيا. يعني انا بشكر حضرتك على السؤال دوت، لانه ده المرتبط بالكلام اللي انا كنت لسه بقوله، انه توفير موارد اضافيه وترشيد الدعم هو بيتم توجيهه للمواطن. النهارده الزياره اللي احنا كنا فيها هي ابرز مثال على ترشيد الدعم، وكيف انه توفير موارد للدوله لتحسين بناء خدمات الإنسان، بناء الانسان نعم، وتحسين حياه المواطن من وطبعا مبادره حياه كريمه هي المثال الابرز على ذلك. مبادره حياه كريمه بتحسن حياه المواطن المصري وبتوفر له خدمات لم تكن متوفره من قبل. يعني صحيح. ابرز، يعني السيد رئيس مجلس الوزراء ضرب مثالين. المثال الاول حضرتك ذكرته في البدايه، وهو انه شبكه الطرق العملاقه اللي تم بنائها وفرت طريق مثل الطريق اللي مشينا عليه اليوم من القاهرة حتى المنيا. يعني انتوا خدتوا الطريق الغرب ولا خدتوا الكريمات الشرقي، طريق الجيش؟ يعني في الاثنين يعني في متميزين، طريق انا الاثنين الشرقي، مشيت من يعني عليهم في فاعرفهم. سواء الطريق الشرقي او الغربي، يعني بدون مبالغة حضرتك المشوار يعني ممكن ياخد حوالي ساعتين ونص، ربما في السابق كان ممكن ياخد له 4 أو 5 ساعات. وخمس ساعات، صحيح. فبالتالي يعني ده مثال على انه شبكة الطرق هي كانت اساسية، البعض بينتقدها، لكن كانت ابرز مثال على انها بتسهل الوصول الى اماكن بعيدة وبتسهل عملية الاستثمار. يعني ما فيش مستثمر هيروح يستثمر في منطقة بعيدة في الصعيد ما لم تكن هناك شبكة طرق قوية تساعده على بدء الاستثمار بتاعه في هذه الأماكن، وبالتالي شبكة الطرق والنقل كانت مهمة جدا. المثال الثاني، ويمكن ده المثال الأبرز، هو النجاح اللي بنشهده في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. المبادرة في 2014، والمثال هنا هنتكلم على محافظة المنيا، أنا حدد حضرتك مثال واحد اتفضل. ذكره السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم، انه في 2014 خدمات الصرف الصحي في محافظة المنيا في المناطق قرى الريفية والقرى لا تتجاوز كانت 10% في 2014. النهاردة مع انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة، وفي نهاية شهر مارس المقبل إن شاء الله سترتفع النسبة دي ل 60%، عظيم، يعني من 10% في 2014 ل 60% في مارس المقبل إن شاء الله. نعم، فبالتالي ده أبرز مثال على اللي كنا لسه بنقوله، إن توافر الموارد المالية وترشيد الدعم وتحسين أو وصول تحقيق توازن في الموازنة العامة للدولة بيمكننا من توفير موارد نوجهها لخدمات أساسية للمواطنين، وبيمكن الدولة من خلال خطتها الاستثمارية إنها تهتم بمشروعات مهمة زي حياة كريمة والإنفاق على الصحة والتعليم. فبالتالي الدعم أو تحريك الأسعار وترشيد الدعم هو في النهاية بيوفر موارد بتذهب للمواطن سواء بصورة مباشرة لتحسين الخدمة أو لتقديم خدمات لم تكن موجودة من قبل. وبالتالي يعني لازم إن احنا نبص للموضوع بصورة إجمالية. نعم هناك زيادة أو تحريك في أسعار الوقود، ولكن في مقابل دوت بنحسن أسعار الخدمات الصحية، خدمات التعليم، بنحسن الخدمات الطرق والخدمات الأساسية من شرب وصرف صحي وخدمات أخرى أساسية لا، لم شايف تكن رئيس موجودة الوزراء من النهارده قبل. كمان مستشفيات، وده أمر مهم بالنسبة لنا في الصعيد، طبعا الصحة. طبعا الصحة، يعني الخطة الاستثمارية الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم أساسية جدا. يعني النهاردة احنا زرنا مستشفيين، صملوط وبالتالي في صملوط العدوى، والمستشفى العدوى، وبالتالي المستشفيات ووصول يعني بناء مستشفيات
بهذا المستوى وتحسين الخدمة والتوسع في التأمين الصحي الشامل. يعني محافظة المنيا إن شاء الله يعني إحدى المحافظات الكبيرة يعني عندما يعني يتم تطبيق نظام التأمين الصحي. التأمين الصحي الشامل. المحافظة فيها حوالي 6.5 مليون نسمة، وبالتالي ستكون إحدى المحافظات يعني الكبيرة أو اللي الأساسية دخل التأمين الصحي. اه اللي ستدخل ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل. نعم وبالتالي ده يعني ده لازم ننظر إليه بصورة شاملة، إنه توافر الخدمات الصحية والتعليم والخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، يعني كلها خدمات أساسية بتقوم بها الدولة. ده بيديك مؤشر على إنه الحياة، مؤشر بناء الإنسان والحياة بتتطور إزاي لصورة أفضل. احنا بنتكلم على صرف صحي كان 10% من 2014، نعم النهارده وصل ل 60%. نعم فنرجو يعني نرجو انه عندما ننظر لاي عمليه ترشيد او تحريك الاسعار او تحقيق بيتاخد فلوس توازن في منها الدعم، بتروح لمكان آخر، انفاق ناس عايزاه، ده بالظبط اللي حضرتك عايز تقوله. بالظبط ان احنا ننظر للامر بصوره شامله. احنا بنقوم بعمليه استعاده توازن في الدعم وترشيد الدعم عشان نوجهه لمستحقيه، سواء في تحسين عن طريق تحسين الخدمه او توجيهه لخدمات اخرى. أستاذ بشار محمد الحمصاني بشكرك شكرا جزيلا، وكل التحية لحضرتك المتحدث باسم مجلس الوزراء، وجولة مهمة جدا النهاردة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في محافظة المنيا زي ما اتكلمنا عنها، ولسه هنكمل ولكن روح